من باريس. ليون غوريتسكا تياغو الكانتارا كبير كان بالنسبة لفريق العاصمة باريس يتحقق لي ولم يلعب في 5 أشهر سوى مجاز في الوسط في مواجهة مولار. الكرة تلعب على جهة اليمنى من عن نايمار تنفذ نايمار يرفع الكرة في القائمة الثانية الروسية والتغطية الدفاعية اللي في مباراة نهائية قد أدفع ثمن في مباراة عادية أما لا. حاولت المرور من هنالك من نايمار استلم الكرة نيمار يلعب على جهة اليسرى مع دي ماريا ونيمار والتفوق خرجها لكيميش تلعب من هنالك في التماس مرة ثانية لصالح البايرن يقول حكم المباراة 19 دقيقة لعب 0-0 في الفريق. وصلت لنيمار على جهة اليسرى مع مبابي راح نيمار مبابي ودي ماريا دي ماريا كرات كانت كافية. شوف أندر هيريرا كيف الحق هنا والحق الثلثان صاروا 4 ونايمار شوف الانطلاقة نايمار ومبابي ودي ماريا ثلاثي الرعب يزلزل دفاع البايرن ورايعة من هيريرا. هيريرا استلمها يوصلها لدي ماريا قبل ما تخرج دي ماريا ونايمار لبست شوف من أمام ألفونسو أنا لبست يد من نايمار في ركنية أو في مخالفة يستلمها من هنالك الماركينيوس يتقدم يواصل ماركينيوس مازال عنده الكرة يواصل يدخل يلعب على الجهة اليمنى توصل لدي ماريا دي ماريا لقب الجول أو الجول وليس من اليوم نارمار يسدد نوير يصد على الثنائي العالمي يا سلام مبابي نيمار أكثر حارس متوج بلقب دوري الأبطال في 20 دقيقة من كثرة الجهد البدني ودي ماريا نيمار 156 كرة لنيمار طريقي الكرة توصل لنيمار راح مبابي انطلاقة من هيريرا هيريرا مازال يلعب لنيمار نيمار ومبابي على جهة اليسرى وصلت الكرة شوف حال يجو حقق 5 بطولات هو خوان ألونسو لكن فاز ب5 ألقاب ولكن لعب 3 مباريات كأساسي فقط. خطأ آخر يصفر الحكم لصالح نيمار هذا الموسم نعم مع فريق باريس سان جيرمان تدخل كان من الخلف تشن هدف في الدوري 3 في دوري الابطال هذه مباراه رقم 60 في دوري ابطال اوروبا طبعا اكسلي كومان مهاجم الباير الذي يفك العقده في وسط الميدان الكره من هنالك محاوله المرور عن طريق نيمار يستفيد من خطا لصالح فريق باريس سان جيرمان عنده القوه الذهنيه والنفسيه الباريس للعوده كره بعيده من نيمار راحت سهله مباشره لكسر يلعب نيمار راح دي ماريا عنده الكره الان يدخل نيمار ولكنه لم يمر بالإضافة إلى ماركينيوس في وسط الميدان أسرة لنيمار هي الكرة نيمار يرجع للخلف في نهاية المطاف انتهت بالمصاب لكن يا باريداس الحكم هو اللي لابس الأسود مش أنت مهنا عبري بعدين ارتكب خطأ قبله من دقيقتين ثقتهم بما في ذلك ليفاندوفسكي نيمار يتخلص من الأول لم يتمكن من التغرنات كرة سريعة نيمار استلمها وانطلق دي ماريا نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج وليس في كؤوس اوروبا كلها يعني في دوري ابطال اوروبا هدف رقم 500 سجله كومان تلعب الكره في الوسط لماركينيوس وان برنات نيمار هيل الكره لفيراتي الحكم خلى اللعب نيمار ما زال عنده الكره نيمار يمر من الاول 3 امامه نيمار ما زال يبحث عن الخطا نيمار الحكم خلى اللعب لا ارجع وصف الخطا لصالح نيمار وفريق باريس سان جيرمان والله اعتقد راح يكون عندي الحق يعني اخراج جنابري وكومان سيكون مكلف للبايرن انطلق مبابي على الجهه اليسرى مبابي من على الجهه اليسرى ناحيه نيمار ينطلق على الجهه اليسرى مع كيميش وزوج لاعبين امامه يلعبها ممتازه ناحيه فيراتي مع نيمار ففهمي للكره ضعيف ممكن وتخرج جنابري وتخرج كينغسلي كومان نيمار يستلم الكره نيمار في الاول مرت سلامات هذه الكرة جانبية ناحية نيمار فت وراح على الجهة اليسرى الكرة بعيدة على نيمار نال منه التعب راتي يلعب لنيمار على الجهة اليسرى نيمار يحاول يمر أمامه لاعب أول والثاني نيمار ما زال ضيعتها بهذا الشكل
كوفاتشيتش لصالح ليفاندوفسكي على الجهه اليمنى في خطا. نعم يوصل على نيمار، استلمها نيمار يلعبها مع كورزاوا، مسيرة الكرة هذه من كورزاوا وخطأ آخر. ويرق طلبها شيبو موتينغ راحت لنيمار، نيمار وإما دراكستير، نيمار مرة ثانية، نيمار وراح من هنالك موكوش شيبو موتينغ، نيمار يوصلها وانطلاقة سريعة على عناصر البي اس جي كرة. يوصل على نيمار، الحكم يقول خطأ الكرة. لكورزاوا لم تخرج الكرة بعد، نيمار لم يستطيع. مبابي، نيمار وجول نيمار. اوي يا شوبو موتينغ او نيمار لن يسجل باريس سان جيرمان، بان باريس سان جيرمان وصل في محاولته الاولى للدور النهائي بعد مشوار طويل حقق في نتائج طيبة. نيمار اوي يا شوبو موتينغ خيب هذا الموسم ولم يخيب في المباراة النهائية في فريق اليوم وبفريقه بهذا الموسم الذي كان مبدعا. شكرا لكم مشاهدينا الافاضل، اعود للزميل محمد سعدون الكواري على امل التواء. الموسم هو اللي فاز بالمباراه وانصفت الكره اليوم فريق لما يستلم لامبابي او نيمار يمشيوا اثنين وثلاثه هنا في هذه الظروف. نقول 110 مليون اقل من نصف قيمه نيمار طبعا، ده نتيجه ان الفريق اشتغل كويس بقى له 3 4 سنين، مشروع جاب لعيبة صغار السن، جاب لعيبة في منافس. نتحدث عن الانتقال فريق باريس سان جيرمان إلى